خليني اكلمك بقى في 18 يوم على مباراة القمة ونهائي افريقيا، يعني توقعاتك الشكل المباراة في اليوم ده هيكون عامل ازاي؟ اكيد ماتش قوي لان لازم حد يكسب في هذا اللقاء يا كابتن، يعني برضو خبرات حضرتك في افريقيا والماتش ده بالذات ما بين ناديين كبار سواء في مصر او في افريقيا يا كابتن رمضان. انا اقول لك حاجه فاروق، انا اعتقد ان الناس كلها اللي هتتابع المباراه اذا كان في مصر او في افريقيا او في الدول العربيه، اعتقد هيشاهدوا افضل نهائي لدوري الابطال الحقيقه الافريقي في تاريخ المسابقه. يعني نتمنى ده كده كابتن، والله نتمنى كده. طبعا ده هيبقى افضل نهائي فعلا، لان انا هقول لك حاجه فاروق، الفرقتين الحقيقه في فورمه عاليه جدا. اذا كان الزمالك اعتقد ان ما وصلش للفورمه ديت بدنيا وفنيا من فتره كبيره جدا، ويمكن بيمتلك لعيبه، انا في رايي لعيبه مميزه جدا، اذا كان بن شرقي او بن زيزو اللي عمل تطوير في ادائه يعني بشكل كبير جدا، واعتقد انه بقى عنصر مؤثر جدا في فريق نادي الزمالك. مصطفى محمد طبعا احنا كلنا بنتفق عليه ان صحيح هو من المهاجمين المؤثرين جدا والمهاجمين المميزين جدا والمهاجمين اللي بيصنعوا الفارق الحقيقه، ساسي وطارق حامد الحقيقه يعني في نجوم كبار في نادي الزمالك. نفس الحكايه النادي الاهلي الحقيقه مع موسيماني، اعتقد ان شكلهم حاجه تانية خالص. اختلف النادي الاهلي صحيح بقى بيلعب الكوره الحقيقه الجماعيه اللي هي كنا بنشوف فيها وبنستمتع بفرقه سان داونز الحقيقه. موسيماني الحقيقه عامل شغل وفي مدة مع النادي قصيرة الاهلي كمان يا كابتن، وفي مدة في قصيرة فتره قصيره جدا، ويمكن انا قلت الكلام ده حتى وهم النادي الاهلي بيتعاقد مع موسيماني، قلت له قلت حتى كنت معاك يا فاروق الحقيقه، وقلت ان موسيماني ملم بالكره الافريقيه وملم بالدور الاربعه الحقيقه، اذا كان الوداد او الرجاء او الزمالك، وفي نفس الوقت هو كمان عارف لعيبه النادي الاهلي وعارف يوظفهم، هيعرف يوظفهم بسرعه في مراكزهم الحقيقه اللي كانت في لخبطه كبيره جدا الحقيقه في في الفتره الفترة الاخيره الأخيرة. صحيح يا كابتن، طبعا مع فايلر الحقيقه. فانا في رايي ان المباراه هتبقى قويه جدا، النادي الاهلي في فورمه عاليه جدا ومعاه مدير فني على مستوى عالي، ونفس الحكايه الحقيقه نادي الزمالك في فورمه عاليه جدا، ويمكن انا بقول بس باتشيكو الحقيقه هو بيحب ان هو يامن المساحات اللي هي في نص ملعبه او في ثلث الدفاع عنده، بيركز على دي بشكل كبير جدا، حتى تعليماته طوال ال 90 دقيقه هو مركز ان هو ما يتواجدش مساحات حد يخترقه او المنافس يخترقه. وبعدين عنده مربع الحقيقه الرباعي اللي فوق الحقيقه يعني رباعي خطير جدا، اذا كان مصطفى محمد او اذا كان بن شرقي شرقي او زيزو اذا كان زيزو، الحقيقه رباعي طبعا في منتهى الخطوره، وهو يمكن بيعتمد على دي ان هم يقدروا يصنعوا له فارق في الثلث صحيح الهجومي. صحيح كابتن رمضان، انا بشكرك طبعا تواجدك معانا دايما باستمرار، بنسعد بيه وبالجزء الفني والتحليلي وحتى رايك في المواقف والامور الخاصه بالكره المصريه. كابتن رمضان سيد واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي السابقين.